تأهلهم إلى دور النصف نهائي لم يتوقع الكثيرون وصول منتخب أسود الأطلس إلى ما وصلوا عليه، وذلك بحسب ما قاله المدرب وليد الرجراجي. ولكن يبدو أن التوقعات الآن مختلفة حول مباراة الغد الحاسمة بين المغرب وفرنسا. فمواقع التواصل الاجتماعي ضجت فجأة بالتنبؤات حول نتيجة المباراة. وكما في كل حدث مهم يعود الكثيرون إلى توقعات المنجمين، ومنها ما قالته العرافة اللبنانية المصرية ليلى عبد اللطيف حول فوز وصعود أحد المنتخبات العربية في كأس العالم. لنستمع. في دولة عربية بتوصل إلى نصف النهائي في المونديال كأس العالم 2022، فريق رياضي عربي يشترك اليوم في مباريات الذي يقام في قطر، سوف يحتل هذا الفريق الحدث الرياضي ويصبح حديث الناس والإعلام من جراء حدث مهم. ولكن قبل ليلى عبد اللطيف بسنوات أشار فيلم مغربي أنتج عام 2006 واسمه انهض يا مغرب إلى ذات الأمر. الفيلم كان من إخراج نرجس النجار وبطولة الممثل الراحل حسن الصقلي، وتدور قصة الفيلم حول لاعب كرة قدم سابق يعيش في جزيرة صغيرة اسمها سيدي عبد الرحمن. الفيلم يعرض حلم المغرب بتنظيم كأس العالم والفوز به أيضا. لنشاهد مقطعا منه. شارك لاعبو المنتخب الوطني آنذاك في الفيلم مثل الحسين خرجة وعبد السلام وادو، بالإضافة إلى المدرب الحالي للمغرب وليد الرجراجي، فهو في الفيلم يلعب دور نفسه أي كلاعب في المنتخب الوطني المغربي آنذاك. واليوم على ما يبدو يحلم الرجراجي بأن يجعل الفيلم حقيقة. ففي آخر تصريح له خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، قال المدرب المغربي وليد الرجراجي إن لاعبي أو لاعبو المغرب سيواصلون التحدي، نحن واثقون ولسنا متعبين ونطمح لبلوغ المباراة النهائية من المونديال، نحن من بين أفضل 4 منتخبات في العالم ولم نصل إلى هذا بمحض الصدفة، ثم إن لدينا كلمة لنقولها يوم غد حتى نذهب إلى النهاية. التوقعات أيضا مشاهدينا شملت اللاعبين أنفسهم، فعلى صفحة الفيفا نشر مقطع فيديو طريف يعرض الروح الرياضية والصداقة بين اللاعبين كيليان مبابي من منتخب فرنسا والمغربي أشرف حكيمي قبيل المباراة غدا في ملعب البيت. يقول مبابي: لابد لي من تدمير صديقي رغم أن هذا سيحطم قلبي، لكن هذه هي كرة القدم. فيرد عليه أشرف حكيمي قائلا: لا، سأركله. وضحك. وأيضا في تعليق للاعب البرازيلي السابق رونالدو قال: أتمنى فوز منتخب المغرب، لكن أعتقد أنه لن يستطيع هزيمة فرنسا رغم مغامرته الرائعة حتى الآن. طبعا دعكم من توقعات العرافين والمنجمين واللاعبين، وأخبرونا أنتم ما هي توقعاتكم لنتيجة المباراة بين فرنسا والمغرب. ننتظر تعليقاتكم. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.